شوف هو ملخص الكلام ان الترجي ما اداش بالاداء اللي يمكنه ان يستغل النادي الاهلي ويفوز عليه. وهنا بنقول الشخصيه. هو ألمح إلى أن الترجي بيعاني من مرحلة تجديد والأهلي يعاني من مرحلة تجديد، ولكن شخصية الأهلي، وده اللي أنا بقوله للناس عشان ولادنا يفتكروا هذا الكلام، إن دايما أنت بتعمل كل الشغل وعينك على الأهداف وبتحقق الأهداف. هو ده شخصية الأهلي. فما بتلاقيش الدنيا ترتبك لغياب نجم. هو جيدة شوية إنه يغيب عنك في الفترة دي، لا طبعا مش معقولة، صحيح مش كده ولا ايه؟ صحيح. فانت طبعا مؤكد ان مباراة الترجي كانت من المباريات الفارقة. وعايزين نفتكر بس يا استاذ ابراهيم كده، من اقل من شهر واحنا عندنا بونت، اجلنا جميعا حالة من الاحباط، لان وانت بتحط السيناريو بقى انك عشان تتجاوز هذه الكبوة عايز تفوز على الاقل مباراتين وتتعادل مباراتين من الاربع مباريات المتبقية. طب انت حققت 3 فوز متتاليين، منهم 2 خارج الملعب، وانت بتعمل الكلام ده لسه عندك قلق ولسه بتتكلم، مش قادر تدرك قيمة ما فعله هذا الجهاز الفني ولاعبوه. لا لازم نقول لهم برافو، بس كل ده هتضيع فرحتنا قوي لما كسبناش الماتش الجاي. عايزين نبقى في المركز الاول. هي ايه شخصيه الاهلي؟ انت عارف لو كسبت ده 4 ماتشات متتاليه ما اظنش عملناها قبل كده.